بكم إلى نشرة التاسعة. والبداية بأبرز العناوين. مقتل مواطن في المرج خلال احتجاجات المدن الشرقية، وحكومة عبد الله ثني تتقدم باستقالتها لعقيلة صالح. متظاهرون يحتجون أمام مقر الرئاسي تنديدا بقراراته الأخيرة ويدعون إلى إنهاء المرحلة الانتقالية. حفتر يتعهد للسفارة الأمريكية بإعادة فتح النفط هذا الأسبوع، والنمروش يقول إنه لاثق بالتزامه وإن عقيلة لا يملك أي سلطة. دانت منظمة رصد الجرائم الليبية جريمة قتل المتظاهر سعيد محمود صالح البرعصي إثر إطلاق الرصاص على المتظاهرين من قبل مديرية أمن المرج ليلة البارحة. وقد حملت المنظمة مدير أمن المرج وهب الرخ المسؤولية القانونية الكاملة عن استعمال القوة المفرطة ضد المتظاهرين، داعية السلطات إلى فتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة. وكانت مصادر خاصة أكدت للأحرار إصابة أحد المتظاهرين بمدينة المرج جراء إطلاق الرصاص الحي من قبل ميليشيات حفتر أمام مديرية الأمن بالمدينة، وذلك أثناء احتجاجهم على سوء الأوضاع المعيشية. وفي بنغازي قام محتجون بالمدينة ليلة السبت بالاعتداء على مقر حكومة ثني ومقر بلدية بنغازي في المنطقة الواقعة عند مفترق المساكن بطريق المطار. وأضرم المحتجون النار في أجزاء من مقر الحكومة قبل أن تسرع هيئة الدفاع المدني بإخماد الحريق بحسب شهود عيان لليبيا الأحرار. وتأتي هذه الاعتداءات في الوقت الذي تشهد فيه مدن الشرق الليبي احتجاجات لليوم الثالث على التوالي بسبب سوء الأوضاع المعيشية والفساد وتدني الخدمات. مدن شرق البلاد تكسر حاجز الخوف والصمت، والعدو الأول للمتظاهرين فساد الحاكمين أو من يسمون هناك بالمرموقين. المظاهرات والاحتجاجات في مدن شرق البلاد استمرت لثلاثة أيام متتالية احتجاجا على تدني مستوى الأوضاع المعيشية وتردي الخدمات المقدمة لهم. وفي سلوك احتجاجي على الفساد أضرم شباب بنغازي ليلة السبت النار في أجزاء من مقر حكومة الثني الواقع عند مفترق المساكن بطريق المطار قبل أن تسرع هيئة الدفاع المدني بإخماد الحريق. ولم يخشى المتظاهرون القمع والاستبداد، وهذا أحدهم يؤكد أن خروجهم من أجل إصلاح البلاد ولا يخافون أن يجدوا أنفسهم ملقون في شارع الزيت سيء السمعة. ما ناش شلت الظناء ناصرة والله طالعين، والله رانا طالعين على القطران، ما ناش طالعين على حاجة فاضية، طالعين نبوا إصلاح البلاد. وبكرة ولا بعد بكرة تتسموا علينا الطوعين في شارع الزيت، راه راكم تحسبوها هذه نهايتها، نموتوا ونحن يطلعوا ناس وحدين أخرى. لم يكتفي المحتجون بذلك، بل قاموا بإشعال إطارات السيارات في طرقات عدة ببنغازي مطالبين بإسقاط جميع الأجسام الحاكمة بسبب فشلهم في تقديم الخدمات الأساسية من كهرباء وماء ووقود وسيولة. هذا ودم الرجالة يا حفتر وصيته رقيت اللي على الكتوب نتلم دبابير ومشتة رجالة ينبحبع نسيتوه مظومة الوزارات ياخذوا بفلوس ويدقوا يا بي. وزادت الأوضاع سخونة في مدينة المرج، حيث أطلقت ميليشيات حفتر الرصاص الحي على المتظاهرين أمام مديرية الأمن بالمدينة، وذلك أثناء احتجاجهم على سوء الأوضاع المعيشية، ما أسفر عن إصابة أحدهم وفق مصادر خاصة لليبيا الأحرار. المظاهرات والاحتجاجات والتي استمرت ثلاثة أيام متتالية بمدن بنغازي والبيضاء والمرج وشحات وامتدت إلى الجنوب الشرقي للبلاد بمدينة جالو، يدعو المحتجون خلالها إلى إنهاء حالة الفساد وسوء الخدمات على غرار مظاهرات طرابلس في الأسابيع الماضية. فهل تتوحد البلاد في محاربة الفساد بعد أن فرقتها السياسة؟ وتقدمت حكومة عبد الله ثني باستقالتها لرئيس المجلس النواب طبرق عقيلة صالح لنظري فيها بحسب الناطق باسم المجلس عبد الله بليحي.
وكان رئيس مجلس نواب طبرق قد اجتمع الأحد في مدينة القبة مع عبد الله تيني وعدد من المسؤولين بالمنطقة الشرقية بشأن ترد الأوضاع الخدمية والمعيشية، في مقدمتها أزمة انقطاع الكهرباء فضلا عن أزمة نقص السيولة بالمصارف. وقال الناطق باسم مجلس نواب طبرق عبد الله بلاحق أن الاجتماع تضمن شرحا مفصلا لعمل الحكومة والوزارات والهيئات المعنية حول أسباب تردي الأوضاع وانعكاسها على الحياة اليومية للمواطنين. للتعليق مشاهدينا ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول مدير مركز بيان للدراسات نزار كريكش. سيد كريكش مرحبا بك، نبدأ من الأنباء التي تتحدث عن استقالة حكومة تثني بعد المظاهرات هناك وكسر الشارع لحاجز الخوف، هل يمكن أن يقدم اثني على ذلك ويجري قبولها أم هذا الموقف أصلا للتسويق الإعلامي فقط؟ يعني هو غير واضح الآن، يعني السلوك ما يحدث في الشرق، ما هو توجهاته، ما هو خلفياته، ما الذي سيحدث يعني في المستقبل، يصعب الآن التكهن بذلك، خاصة وأن الرسائل متضاربة من المتظاهرين. يعني البعض يتحدث عن أنه هو مل من جميع الأجسام، البعض يتحدث أنه والله هل أن حفتر هو سينقذ البلد من الفساد، يعني هناك عدة روايات غير واضحة، لكن المجمع عليه بأن الأوضاع في ليبيا لم تعد تحتمل كل هذا العبث السياسي الموجود. أظن أن عبد الله الثني كبش جيد، يعني كبش جيد للتضحية به في أي وقت، لأن الرجل لا يفقه السياسة ولا لم نسمع له صوتا، وهو سيمسح فيه كل هذه الأخطاء التي حدثت في المنطقة الشرقية. لن يتحدث أحد عن إقفال النفط، لن يتحدث عن أحد عن الحروب، لذلك الآن حفتر سيزيد من القبضة الأمنية، وفي نفس الوقت يحاول أن يجعل كبش فداء. الكبش الفداء بالطبع السهل هو عبد الله الثني، لأن ليس له أي ظهير سياسي، وهو ليس من أي قبيلة في المنطقة الشرقية، هو من الجنوب، وبالتالي يسهل التخلص من عبد الله الثني. أظن أنه سيمضي السيناريو بهذه الطريقة، ويحاول حفتر أن يزيد من القبضة الأمنية في جانب، ويحاول أن يخفف العبء على المتظاهرين، ويظهر بأنه تفاعل مع متطلباتهم من خلال لوم الحكومة ولوم البرلمان ولوم كل الأجسام القائمة، وأن الحل في يده هو. يعني يحاول أن يسوق هذا الأمر، هل المتظاهرين سينطلي عليهم ذلك؟ هذا ما سنعرفه. يعني طيب فقط يعني على ذكر تعدد الروايات بالنسبة للمتظاهرين، بعضهم مع حفتر أو يعتبر حفتر هو المنقذ ويطالب بذلك، والبعض الآخر يشير ويحذر من شارع الزيت والخوف الموجود هناك. والمسماري في هذا السياق قال إن من بين المتظاهرين تكفيريين ومندسين، وأكد منعهم للمظاهرات ليلا. إلى ما يشير ذلك؟ هل أن المظاهرات توقفت أم أن الأصوات المعارضة لكل الأجسام ومن بينهم حفتر ستكون أقوى وتفرض مسار جديد؟ لا أظن أن البيان الذي ألقاه أحمد المسماري يؤكد بأن المظاهرات حقيقية، لأن ردود أحمد المسماري وحديثه في الكلام وكأن حديث الأنظمة العربية المتكرر بأن والله تجنبوا الأماكن العامة وأحضروا المندسين، فيبدو أن يعني في السيناريو أن هناك تنسيق، وأن هذا الأمر كله من أجل يعني أن يظهر حفتر كالمنقذ. أظنه أضعف. ما يحدث في ليبيا بالفعل يجعل الإنسان يخرج عن طوره ويخرج للشارع ويطالب يعني الوضع غير طبيعي ولا يصلح للعيش الآدمي. وشعر الناس وصلتهم أظن رسالة خطيرة جدا على الجميع أن يتنبه لها، بأنهم هم الضحية في كل ما يحدث، وأن لا أحد يعبأ بالشعب الليبي، ولا أحد يعبأ بالخدمات، ولا أحد يهتم أصلا بمؤسسات الدولة، ولا أحد يفكر في خبز العيش للناس، ولا أحد يعني وصلوا إلى حد يعني لو تشوف مثلا حجم مثلا المبتورين والمجروحين والناس اللي تضرروا من هذه الحرب، يعني كثيرين منهم الآن لا يجدوا العلاج، لا يجدوا المال، ويتصلوا بكل أحد. يعني أنا شخصيا كل يوم أجد مع هذه الحالة من هذا القبيل، فبالتالي هذا الضعف، هذه الحالة الصعبة التي يشترك فيها الجميع، هي تفسر بأن ما يحدث هو حقيقي وليس مجرد لعوبة من حفتر. طيب مع حقيقة هذا الوضع أو التوافق الحاصل في مطالب المتظاهرين سواء في الشرق الغرب والجنوب، هنا إلى حد خروج الناس يمكن أن يفرض على الجميع، جميع الأطراف، المجلس الأعلى للدولة، النواب، نواب طبرق وحفتر والسراج والكل، يمكن أن يفرض مسار جديد للحل في تقديرك؟
صعب، لان لو رجعنا ادبيات الكفاح اللاعنيف اللي هو المتظاهرات المظاهرات وغيرها، نجد ان بدون استراتيجيه لا يمكن الوصول الى شيء، بدون تنسيق بين هذه المظاهرات والرغبه في الوصول الى اهداف محدده تخط الخطوط الحمراء للسياسيين، سيكون الامر نوع من زياده التوتر الذي يمكن أن يستغله بعض السياسيين. لذلك لابد من التنسيق، لابد من رسالة واضحة. الرسالة أظن أنها تكون في أن على السياسيين أن يضعوا الشعب الليبي كأولوية لهم، ليست الأولوية لا للمفاوضات السياسية ولا لمن يتوسل المناصب السيادية ولا لشيء، أن يكون الشعب جزء أساسي في المعادلة. إذا استطاع المتظاهرين أن يوصلوا هذا الرسالة وأنهم لن يرضوا إلا بالاهتمام بمؤسسة الدولة والقضاء على الفساد وإعادة الكهرباء والمياه والسيولة، يعني إعادة الدولة إلى مرحلة الصفر، ما لم يكن ذلك واضحا في أذهانهم لن يصلوا إلى شيء. طيب على الأقل في المنطقة الشرقية هل يمكن خروج الناس أن يضغط في اتجاه فتح النفط من حفتر الذي لم يعلن أو يتفاعل مع إعلان السفارة الأمريكية باختصار لو سمحت؟ هو ممكن يؤدي إلى فتح النفط، لأن أظن حتى الموقف الأمريكي ناشئ من دراسة للأوضاع في المنطقة الشرقية، لأن لا ننسى أن كل التقارير تتحدث أن المنطقة الشرقية إذا ترد فيها الوضع وأصبح فيها نوع من الصراع فيها ستنطلق الأمر، يتحول الأمر إلى حرب كبيرة جدا، لأن المنطقة الشرقية فيها عديد من الثارات وعديد من الإشكالات العميقة داخل المجتمع في المنطقة الشرقية. لذلك المخاوف كبيرة حتى من الدوائر الدولية، وهذا سيجعل حفتر يفتح النفط ويحاول أن يستفيد من فتح النفط لتجهير صورته أمام الشرق الليبي التي انهارت فيه. نعم. مدير مركز بيان للدراسات نزار كريكي، شكرا جزيلا لك. خرج اليوم الأحد عشرات المتظاهرين أمام مقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس تنديدا بالقرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس المجلس فايز السراج، وعلى رأسها تعيين محمد بعيو مسؤولا عن الإعلام. خروج المتظاهرين في طرابلس تزامن مع قمع المتظاهرين ومنعهم من التعبير عن آرائهم في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات حفتر. نتابع. بعد أيام من تعيينات رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وعلى رأسها تنصيب محمد بعيو مسؤولا عن الإعلام الرسمي، خرج الأحد عشرات المتظاهرين أمام مقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس تنديدا بهذه القرارات. المتظاهرون طالبوا في شعاراتهم التي رفعوها وهتافاتهم بالعدول عن التكليفات الأخيرة وإنهاء المرحلة الانتقالية وتحسين الوضع الخدمي والمعيشي ومعالجة أزمة الكهرباء والسيولة ومحاسبة المسؤولين عن الفساد، مشددين على ضرورة تكليف شخصيات وطنية مؤمنة بمدنية الدولة. إن الوفاء لدماء شهدائنا يمر عبر الاهتمام بعائلاتهم ومحاربة الفساد بشتى أنواعه ولجم المفسدين ومحاسبته ومكاشفة الشعب بنتائج التحقيقات، وبذلك نؤكد على دعمنا التام لأي حراك سلمي يدعو إلى النظر في مشاكل المواطن الليبي، ولعل أهمها مشاكل انقطاع الكهرباء وشح السيولة وارتفاع الأسعار. وبما أن حرية الرأي والتعبير هي حق مكفول وركيزة أساسية للدولة المدنية التي يتطلع إليها كثير من الليبيين، فمن عكس منذ بداية الوقفة الاحتجاجية أمام مقر المجلس الرئاسي إلى نهايتها أثبت ذلك، خاصة تعامل الأجهزة الأمنية مع المتظاهرين دون التعرض لهم أو منعهم من التعبير عن آرائهم ومطالبهم. المظاهرة لم تكن الأولى في العاصمة طرابلس، حيث شهدت المدينة الأسابيع الماضية وقفات احتجاجية مماثلة تعاملت معها المنصات الإعلامية التابعة للرجم بتحريض المواطنين على الخروج يوميا، وصفة ذلك بالحق الشرعي لهم، إلا أن المنصات الإعلامية نفسها غيرت تعاملها مع المظاهرات التي تخرج هذه الأيام في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات حفتر بعد أن كسر المواطنون هناك حاجز الخوف وتجاهل إعلام حفتر القمع الذي تعرض له المواطنون خلال احتجاجاتهم لا سيما في مدينة المرج. وفي مشهد مكرر دفعت المظاهرات في المدن الشرقية الناطقة باسم حفتر إلى الخروج مرتبكا محاولا الالتفاف على المظاهرات التي حصلت في بنغازي والمرج، مدعيا حرصهم على حماية المحتجين عبر مطالبتهم بالخروج نهارا، مستخدما الجمل المعروفة حول المندسين والتكفيريين والمخربين والإخوان بالوقوف وراءها، كما حاول المسماري شرح أسباب تردي الأوضاع الإنسانية ومتناسيا أن الميليشيات الناطق باسمها هي من تسببت في تجويع الليبيين عقب إغلاق الحقول والموانئ النفطية، مؤكدا ضرورة مكافحة الفساد
ومتجاهلا في نفس الوقت نهب الأموال من قبل أغلب قيادات الرجمة المتورطين في شراء العقارات التي تصل أسعارها إلى ملايين الدينارات، خاصة بمدينة بنغازي. مظاهرات حركت ليبيا جنوبا وغربا وشرقا، توافقت كلها حول ضرورة مكافحة الفساد وتحسين الوضع المعيشي بشكل عام، إلا أن الاختلاف الأكبر يتمثل في طريقة التعامل مع هذه الاحتجاجات. ففي الوقت الذي يقف فيه المتظاهرون أمام المجلس الرئاسي بكل حرية للتعبير عن آرائهم، يعجز المواطن في مدن شرق ليبيا عن التعبير عن رأيه دون أن يعتبر ذلك انتحارا، فما بالك بالاحتجاج عند أسوار الرجمة. للتعليق على مظاهرة طرابلس ينضم إلينا عبر الهاتف من هناك رئيس الهيئة الطرابلسية عبد الحفيظ البلعزي. سيد البلعزي، نرحب بك معنا في النشرة هنا. كيف تباعد تجديد الشارع في طرابلس لمطالبه الأولى أمام مقر المجلس الرئاسي؟ بداية السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. أهلا بكم ضيوفي الكرام. طبعا الموضوع المظاهرات وبداية من يوم 3/18 في شهر 8 هو استمرار به. الموضوع كان بسبب تربي الأوضاع الخدمية. ما فيش كهرباء، ما فيش خدمات، ما فيش سيولة، ما فيش أزمات متلاحقة أنهك المواطن فيها، وبالتالي الطبحة للعيان. إن للأسف ما فيش وضع حكومي جيد يشتغل سواء في على مستوى طرابلس أو على مستوى المنطقة الشرقية. ما فيش وضع حكومي يشتغل بشكل صحيح. للأسف المجلس الرئاسي اشتغل على الموضوع السياسي أكثر من الموضوع الخدمي. لم تفعل الوزارات بالشكل المطلوب كمجلس وزراء، لم يفعل، لم يوضع استراتيجية للعمل المؤسسي خلال السنة. فبالتالي تحسن الوضع، زادت خدمات سوء، الشارع طفح الكيل، المواطن لم يعد يستطيع التحمل، فبالتالي هذا الناتج الأخير لما نحن نعيشه اليوم. طيب، في المقابل المجلس الرئاسي يقول انه عدل في بعض المناصب، استحدث وزارات وهيئات اخرى، ويحاول ان يعدل اكثر. يعني في تقديرك كيف ينظر الشارع الى تلك التعديلات او قرارات الاخيره؟ للاسف كان في اسهال في القرارات او في القرارات اللي خرجت على المجلس الرئاسي، لكن ولا قرار منها يعالج الازمه او يعالج ما يعانيه المواطن. للاسف القرارات اللي حطت بالعكس، فيها بعض القرارات سيئه، يعني زي وضع وزاره الاعلام ضم جميع المؤسسات الاعلاميه في جسم واحد، والجسم وضعه شخص ليس له ولاء لثورة 17 فبراير او ليس له عنوان، يتغير حسب الظروف. وثانيا المؤسسه الاعلاميه نبوها او نريدها بعد ثوره 17 فبراير، نريدها مؤسسه اعلاميه حره تنقل الحقيقه للمواطن، تصف الوضع الحقيقي، وليس مؤسسه طيب على مستوى الخدمات واحد ما يمس الناس، الكهرباء، سيوله، بقيه مقومات الحياه. للاسف المجلس الرئاسي لم يشتغل على ازمات. الهيئه الطرابلسيه تواصلت مع رئيس المجلس الرئاسي من 3 سنوات، سواء على مستوى ازمه السيوله، سواء على ازمه موضوع الكهرباء. وضعنا له حلول، لم نذهب له بدون حلول. ذهبنا ومعنا حلول لحل مشكله الكهرباء ومشكله السيوله، لكن للاسف موضوع لم يؤخذ بعين الاعتبار، ولم يؤخذ بتلك الاهميه. للاسف الخلل واضح، ان ما كانش فيه مؤسسات بالشكل الصحيح، ما كانش فيه مدارات بالشكل الصحيح، ما كانش فيه حكومه بالشكل الصحيح. وبالتالي تأزم الوضع، زادت الازمات، تفاقمت. نشوف وين وصلنا اليوم. اشكرك رئيس الهيئه الطرابلسيه عبد الحفيظ البلعزي، شكرا جزيلا لك.
حملت السفارة الأمريكية في ليبيا أن خليفة حفتر نقل التزامه الشخصي للحكومة الأمريكية بإعادة فتح الحقول والموانئ النفطية مطلع الأسبوع الجاري. وكانت مصادر صحفية قد قالت في يوليو من عام 2018 إن ترامب طلب حفتر في رسالة بفتح موانئ النفط متوعدا بملاحقة دولية لحفتر، وذلك أثناء تسليم موانئ النفط لمؤسسة موازية في الشرق. على غرار تهديد سابق من واشنطن وترامب شخصيا لحفتر في عام 2018 بفتح النفط حين سلمه لمؤسسة موازية تابعة لحكومة ثني، تدخل أمريكا على خط النفط في ليبيا من جديد وتنقل للعلن ما سمته التزاما شخصيا من حفتر لحكومتها، وتقول فيه إن حفتر سيعيد فتح الحقول والموانئ النفطية في موعد أقصاه 12 من سبتمبر الجاري. تعهد حفتر للحكومة الأمريكية والذي أعلنته الأخيرة في ذات يوم الوعد المرتقب بالفتح لم تعطي أمريكا تفاصيل عنه، واكتفت بالقول إن هناك إجماعا ليبيا حول إعادة فتح النفط وإنهاء أزمة الكهرباء جراء الإغلاق القسري لإنتاج النفط والغاز، إضافة إلى إنهاء التهديد الذي يشكله المرتزقة الأجانب والجماعات المسلحة في البنية التحتية للمنشآت النفطية، أي التهديد المؤثر عليها طبعاً بحكم توتر علاقاتها مع روسيا. الضغوط الدولية وعلى رأسها الأمريكية لعبت دوراً مهماً في دفع حفتر والمرتزقة الروس عن الموانئ النفطية والحقول ولو جزئياً، حيث سبق للضغط الأمريكي أن نجح مع حفتر في 11 من يوليو الماضي وجعل سفينة واحدة تحمل النفط من الموانئ الأسيرة ليعيد عقب ذلك الإغلاق بحجة ما وصفها الناطق باسمه أحمد المسماري بذريعة الخشية على الصالح العام والبنية التحتية للنفط وفق مفهوم المسماري. يوليو الماضي أيضا شهد تلويحا أمريكيا لحفتر بفرض عقوبات عليه وفق صحيفة وول ستريت جورنال، وعللت الصحيفة الغضب الأمريكي بأن حفتر يتصرف بتصلب وسخافة مع موضوع فتح النفط وفق وصف مسؤول أمريكي، ما يعكس بالتالي ضغطا أمريكيا مستمرا على حفتر بهدف إبعاده عن أحضان موسكو ومرتزقتها في ليبيا. فإن انتهت المدة الجديدة والمعنونة بالالتزام الشخصي لحفتر بالفتح دون نتائج، هل ستكون لواشنطن خطوات أكثر صرامة معه؟ قال وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش إنه لا يمكن الوثوق في التزام حفتر بوقف إطلاق النار. وأفاد النمروش بأن خروقات ميليشيات حفتر مستمرة، وأن الأخير حاول أكثر من مرة اختراق وقف إطلاق النار وعمليات التحشيد مستمرة من طرفه، مشيرا إلى أن قواتهم جاهزة للرد لكنها ملتزمة بالهدنة التي يرعاها المجتمع الدولي، مضيفا أيضا أن عقيل صالح لا يملك السلطة على الأرض وأن السلطة المطلقة لحفتر وأبنائه وفق قوله. برر وزير الخارجية المصري سامح شكري تدخل بلاده في ليبيا بما سماه تثبيت الوضع العسكري في ليبيا وعدم تفاقمه وإتاحة الفرصة للأطراف الليبية للذهاب إلى الحل السياسي السلمي بالاعتماد على جهود البعثة الأممية بالخصوص. وأكد شكري خلال مؤتمر صحفي عقده الأحد مع نظيره الأرميني أن القاهرة تعزز كل الجهود المبذولة للتوصل إلى حل الليبي الليبي يؤدي إلى خروج البلاد من أزمتها التي ظلت تعانيها. وقال وزير الخارجية المصري أن هناك جهودا تدعمها القاهرة بين الفرقاء بالابتعاد عن الخيار العسكري والدخول في الحوارات الموضوعية مع ضرورة ضمان وحدة أراضي ليبيا واحترام القرارات الدولية ذات الصلة. أكد وزير الدفاع التركي خلوسي أكار دعم بلاده للليبيين من أجل تحقيق وحدة بلادهم ومساعدتهم على تأسيس جيشهم النظامي لحفظ أمنهم. وقال أكار خلال مقابلة مع وكالة الأناضول التركية للأنباء أن كثير من البلدان والمؤسسات التزمت الصمت تجاه اعتداءات حفتر وميليشياته في ليبيا. وكان وزير الدفاع التركي قد أكد في الأول من الشهر الجاري خلال لقائه نظيره العقيد صلاح الدين النمروش أكد استمرار أنقرة في أنشطة التدريب والاستشارة بالمجالين العسكري والأمني في البلاد.
ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول البحث والأكاديمي الدكتور فرج دردور. دكتور دردور أهلا بك عبر قناة تي بي الأحرار. شكرا لك مشاهدي الكرام. دكتور حفتر، يعد الحكومة الأمريكية بإعادة فتح الحقول والموانئ النفطية مطلع الأسبوع الجاري أي ابتداء من اليوم، وحتى هذه اللحظة لم يفي حفتر بذلك، ما تعقيبك على هذا الموضوع؟ هذا يعكس حجم الإشكاليات. يعني نحن الآن صرنا نتحدث بأن يعني يتحدث الأسفل الصب الإسلام الكرامة تضح بأن بعض الأسفل هم من يقدرون أنهم يمتلكون القرار في هذا الموضوع، خصوصا أن فريقا منهم صار شريك في عملية بيع النفط وتهريبها عبر شركة فنزويلية حسب تسريبات طبعا صح. بالتالي أنا أعتقد قرار النفط له علاقة بوقف الذي إدارتهم في روسيا. أنا أعتقد لن يكون هناك أي فتح للنفط إلا بالتوافق مع روسيا أو باتفاق مع روسيا، لأن هناك بعض الفاسدين الروس يشتركون في عملية تهريب النفط، وبالتالي هذا أعتقد هو سبب التأخير في عملية فتح النفط. طيب، وزير الخارجية المصرية سامح شكري قال بأن القاهرة تدعم الابتعاد عن الخيار العسكري والدخول إلى حوارات موضوعية وكذلك احترام القرارات الدولية. كيف تقرأ هذه التصريحات مقارنة بما يحدث على الواقع؟ أنا أعتقد للأسف الشديد الملف الليبي صار طاس فيه مخابرات دولية. يعني لابد أن نعلم أن حفتر صناعة أو صناعة استخباراتية، هذا بتقارير يعني صحف مرموقة معروفة، وبالتالي المسألة يعني هذا التذبذب حتى في المواقف المصرية. يعني أصلاً مصر نفسها تعمل لأجندات أخرى، وكان واضحاً مثل الإمارات صارت قاعدة يعني تقريباً بلا شك بأنها قاعدة للمساعدة، وبالتالي أنا في اعتقادي نحن وقعنا في مقص مخابرات دولية هي من تقوم الآن العبث بالملف الليبي، ولعل تحرير غليان كان شاهدا على هزيمة المخابرات الفرنسية في ذلك الوقت ومدى تورط فرنسا أو استخباراتها في الملف الليبي. وبالتالي أنا أعتقد أن الموضوع شاهد ومشتبك والإيرادات الآن صارت مسلوبة. ولكن دكتور، الآن مصر وعبر وزير خارجيتها سامح شكري أصبحوا يبررون التدخل المصري في ليبيا على أنه ما جاء إلا لتثبيت الوضع العسكري، يعني لماذا هذه التوضيحات الآن؟ وسمعنا قبلها بأنهم يعني يريدون خروج تركيا، وقبلها يتحدثون عن دخول طرابلس، وبالتالي هذا هو يعني حقيقة لا يوجد توافق. وعن سرطة الخط الأحمر. وخط مثل ما ذكرتي تفضلتي سرطة الخط الأحمر، وبالتالي هذا يعكس فعلا بأن مصر نفسها لا تمتلك الإرادة، هي عبارة عن بيدق تحرك لربما مورد بشري صارت تستخدم للأسف الشديد البلاد العربية جزء منها صار يدفع. نعم، الباحث والأكاديمي دكتور فرج دردور كنت معي عبر خدمة السكايب من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. قال مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية ياسين أقطاي إن وجودهم في ليبيا ليس احتلالا، بل هدفه إقامة الإصلاح والسلام والحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها، متمنيا أن تتبنى مصر هذا النهج. وأضاف أقطاي في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول أنه لو جرى التوافق مع الجانب المصري بشأن الحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها ستكون كل مصالح المصريين مصونة على حد تعبيره. أكدت ألمانيا أن مخرجات محادثات سويسرا تعد انفراجا ونجاحا لدور الوساطة من الأمم المتحدة تحت إشراف الممثلة الخاصة بالإنابة سيفاني ويليامز. وأعلنت الخارجية الألمانية ترحيبها بما وصفته بالتقدم الكبير الذي جرى إحرازه بين الأطراف الليبية في سويسرا نحو حل سياسي للصراع بالبلاد، قائلة أن المسار السياسي يعني النائب البلاد عن العسكرة. عين رئيس تونسي قيس سعيد الأسعد عجيلي سفيرا في طرابلس لأول مرة منذ 6 سنوات. وقالت الخارجية التونسية في بيان لها إن قرار التعيين جاء في إطار الحركات السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
يشار إلى أن سفارة تونس في العاصمة طرابلس قد بقيت دون سفير منذ يوليو 2014، وذلك عندما استدعت الخارجية التونسية السفير رضا بوكادي على خلفية خطف دبلوماسي تونسي في البلاد. النشرة مشاهدين متواصلة وفي بعد الفاصل. نساء من مدينة طاورغة يطلقن مبادرة للم شمل الليبيين وإنهاء الصراع. تتباين الآراء، تتشعب المسارات وتتراكم المعلومات، وكلما تزاحمت الأحداث ازدادت تعقيدات الواقع، وأصبح توقع سيناريوهات المستقبل أكثر صعوبة، وصار البحث عن إجابات لما هو قادم هاجسا يحرك الجميع. استراتيجيا يبحث في تطور الأحداث وأعقد تحولاتها، ويقارن مجريات ما نمر به من تجارب تاريخية سابقة، ويسأل أصحاب الاختصاص عن مآلات قضايانا، لنرسم أمامكم مسارات لمستقبل وطن. مواطن في المرج خلال احتجاجات المدن الشرقية، وحكومة عبد الله الثني تتقدم باستقالتها لعقيل صالح. متظاهرون يحتجون أمام مقر رئاسي تنديدا بقراراته الأخيرة، ويدعون إلى إنهاء المرحلة الانتقالية. حفتر يتعهد للسفارة الأمريكية بإعادة فتح النفط هذا الأسبوع، ونمروش يقول إنه لا ثقة بالتزامه وأن عقيلة لا يملك أي سلطة. أهلا بكم من جديد. تسعى المفوضيات العليا للانتخابات لاستغلال فترة تأخر الاستحقاقات الانتخابية بالعمل على تطوير قدراتها والرفع من كفاءة موظفيها. وأفاد مكتب الإعلام بالمفوضية لليبيا الأحرار بأن العمل جار على إصدار بطاقة الناخب الجديدة، والتي سيتم وفقها تغيير نمط التسجيل عبر البطاقات بشكل أكثر سلام. وأوضحت المفوضية أنها تسعى خلال هذه الفترة لتعزيز شراكاتها مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الأهلية من أجل تشجيع المواطنين على المشاركة في الاستحقاقات المقبلة، لا سيما بعد ملاحظة عزوف البعض. وأفادت المفوضية بأنها تعمل على إنشاء مركز إعلامي كبير يلبي الاحتياجات الإعلامية المرافقة للعملية الانتخابية، بالإضافة إلى متطلبات العمل الإعلامي لنقل المستجدات. أشادت الهيئة الفيزانية باجتماعات الحوار السياسي الليبي في بوزنيقة ومونتورو، قائلة إن المهم هو الحفاظ على وقف إطلاق النار وترتيب الخطوات اللازمة للفصل بين القوات المحتشدة في الجفرة والسرت وحولهما وإخلاء المنطقتين بالكامل منها. كما رحبت الهيئة في بيان لها بالتوافق الليبي حول رفع الحصار عن منشآت النفط، داعية إلى ضرورة تحييدها عن كافة الخلافات السياسية وعدم عرقلة عمل المؤسسة الوطنية للنفط. وحثت الهيئة مجلسي النواب والأعلى للدولة على الإسراع باستكمال كافة التفاهمات التي تخص معايير وآليات تشكيل الحكومة والمناصب السيادية التي ينبغي أن تتولاها الكفاءات الليبية، مع مراعاة المحاصصة الجغرافية والاجتماعية والسياسية وفق بيان الهيئة. أطلق عدد من نساء مدينة طاورغة مبادرة من أجل لم شمل الليبيين وإنهاء الصراع القائم الذي ألقى بظلاله على حياة المواطنين. وترتكز المبادرة على تطبيق وقف إطلاق النار وانسحاب القوات المشاركة في العمليات العسكرية من كلا الطرفان، وحل الوحدات العسكرية التي هاجمت المدنيين، وإخراج القوات من خارج المؤسسات الاقتصادية، إضافة إلى الدفع نحو تشكيل حكومة انتقالية تشمل جميع الأطراف السياسية. إبرام اتفاق إقليمي ودولي ضد التدخل في شؤون ليبيا الداخلية كخطوة في اتجاه المصالحة الوطنية الشاملة. 4. اعتبار نتائج وتوصيات مؤتمر برلين
وإعلان القاهرة كبداية مشجعة لحل الصراع الليبي سياسيا ووقف التدخل الخارجي في شؤونها عسكريا. 5 صياغة ميثاق سياسي ليبي جامع ويتعين على ترفيه الصراع في ليبيا التركيز على دعم إقامة بنية دفاعية تدعم جهود نزع السلاح وتسريح المجموعات المسلحة الغير منضبطة. 6 تفعيل دور الجيش والشرطة عبر تسخير واستخدام المبادرات الأمنية المحلية. ندعو جميع أخوتنا الليبيين ومن كانوا على سادة الحكم بالذات يعني سواء كان الرئاسي أو المؤقتة أو مجلس الأعلى للدولة أن ينظروا لحال الليبيين، لأن نحن اللي خولناكم أنتم تكونوا يعني رعاة لنا. فلهذا ليش يوميا نحن خلينا بالعامية، ليش يوميا نصبوا في خيام عزاء؟ قصدي عليش من هو المستفيد؟ ما فيش مستفيد في ليبيا. نتمنى من الأطراف المتنازعة في ليبيا الاتفاق والأخذ التدابير اللازمة للم الشمل والوئام والالتئام والاتفاق على هذا البلد الذي انتشر فيه الفساد وتقطع بين أبنائه التشرد والتشردم من وكله من الخلافة السياسية التي حصلت فيما بينهم. في ملف كورونا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 433 إصابة جديدة بفيروس كورونا السبت، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 22781. وأكد المركز في بيان له الأحد شفاء 83 حالة، ليرتفع عدد المتماثلين للشفاء إلى 12183، مشيرا إلى ارتفاع عدد حالات الوفاة إلى 362 بعد تسجيل 8 حالات وفاة بحسب البيان. أفادت وزارة الصحة بحكومة الرفاق بتجهيز 90 مركز عزل صحي لمواجهة فيروس كورونا بسعة تجاوزت 1400 سري. وأوضحت الوزارة أن مراكز العزل المجهزة توزعت على العديد من المدن والقرى والمناطق، مشيرة إلى أنها سيرت العشرات من القوافل الطبية محملة بالإمدادات الطبية ومستلزمات الوقاية وأجهزة الفحص بحسب قولها. قالت المنظمة الدولية للهجرة أن 110 مهاجرين سودانيين غادروا طرابلس وعادوا إلى بلادهم طوعا ضمن ميثاق العودة الطوعية للمنظمة. وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة وجود 13 مهاجرا من بين العائدين يعانون ظروفا صحية تطلبت المرافقة الطبية من المنظمة. يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 500 مهاجر غادروا ليبيا منذ استئناف برنامج العودة الإنسانية الطوعية التابع للمنظمة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع مسؤولين من شركة إنكا التركية الأحد آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بتنفيذ مشاريع محطات التوليد الكهربائية. جاء ذلك خلال اجتماع بمقر الديوان إثر طلب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بإمهال الشركة 20 يوما للبدء الفعلي في العقود الجديدة والمتمثلة في تنفيذ محطتي غرب طرابلس ومصراتة دون قيد أو شرط. وأبدى المسؤولون بشركة إنكا تركيا استعدادهم الفوري لاستكمال الإجراءات الخاصة بالعقود، مؤكدين رغبة الشركة وقدرتها على الشروع في تنفيذ العقود التي أبرمت معها دون أي شروط مسبقة، ومتوقعين أيضا أن تستأنف الشركة أعمالها خلال الأيام القليلة القادمة. شهد السوق الموازي تذبذبا في أسعار صرف الدولار الأمريكي والعملات الصعبة مقابل الدينار الليبي على وقع الأحداث السياسية الجارية. وسجل الدينار أعلى انخفاض له منذ مدة في تداولات الأحد بنسبة بلغت 2.91% مسجلا 6 دنانير و330 درهما مقابل ارتفاع وهبوط لأسعار الدولار في تداولات السبت. ارتفاع وهبوط أمام الدينار، هذا هو العنوان الأبرز الذي حملته الساعات الماضية لتذبذب أسعار الدولار في سلة من العملات الأجنبية في السوق الموازي،
حيث سجل سعر صرف الدولار ارتفاعا أمام الدينار في مستهل تعاملات السبت مسجلا 6 دنانير و530 درهما قبل أن يتراجع إلى 6 دنانير و250 درهما بفارق وصل إلى 5% مقارنة بتداولات الخميس الماضي والذي سجل ارتفاعا في الدولار مسجلا 6 دنانير و490 درهما. تذبذب سعر الصرف أرجعه مراقبون إلى مواصلة ميليشيات حفتر إغلاقها للموانئ والحقول النفطية والذي وصل لأكثر من 240 يوما رافعا خسائر القطاع الحيوي للبلاد إلى أكثر من 9 مليارات و600 مليون دولار، مع حالة ترقب في إنهاء حالة الإغلاق بعد بيان السفارة الأمريكية في ليبيا والذي أشارت فيه إلى أن حفتر وعد بفتح الموانئ مطلع هذا الأسبوع. وبحسب مراقبين فإن السوق الموازي يتأثر أيضا بإجراءات وسياسات مصر في ليبيا المركزي وعدم فتح منظومة أرباب الأسر التي غالبا ما تباع في السوق السوداء مع عدم وجود حل لنقص السيولة بالمصارف العاملة بالبلاد، مؤشرات توقع معها بعض التجار بالسوق الموازي استمرار حالة الارتفاع والهبوط للدولار مقابل الدينار تبعا للظروف الراهنة التي تعيشها البلاد مع تسارع المشهد السياسي والذي ينعكس تأثيره المباشر على الوضع الاقتصادي المعتمد على مصدر دخل واحد. استقبل أهالي مدينة بن وليد سيل الوادي في أجواء مليئة بالفرح ابتهاجا بدخول فصل الشتاء وبداية مواسم الحرث بعد جفاف تلك الأودية. وخرج أهالي المدينة لمتابعة تلك السيول وجريان الشعاب والأودية التي كونت شلالات أدت إلى زيادة المخزون الجوفي من المياه ليستفيد منها المزارعون في زراعة والرحي. معظم الناس قمنا بإبلاغهم الحقيقة وكانت الأمور طبيعية جدا جدا. أنا الحقيقة ننصح الأهالي وننصح المواطنين عند زيارتهم لرؤية السيلان الوادي أنهم يهتموا بأطفالهم وأسرهم ويتركوهم شيء ينزلوا للوادي ويضطروا أنهم أو يضطروا لحل المشاكل اللي تصير بعد سيلان الوادي الحقيقة من 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 وقوع الأطفال ضحايا وهالأمور هذه. يستمر العمل بمشروع تركيب أعمدة إنارة تعمل بها الطاقة الشمسية ببلدية أباري، حيث باشرت الشركة المنفذة للمشروع المرحلة الثانية عقب انتهاء المرحلة الأولى. يستمر العمل بمشروع تركيب أعمدة إنارة تشتغل بالطاقة الشمسية ببلدية أباري، إذ باشرت الشركة المنفذة للمشروع المرحلة الثانية عقب انتهاء المرحلة الأولى. نحن اليوم واقفين على المشروع التنفيذي للطاقة الشمسية والإنارة داخل بلدية أباري. أنتم تعلمون في هذه الظروف وفي قطع التيار الكهربائي قامت هذه الشركة بالأمم المتحدة بتنفيذ هذا المشروع والاستفادة من الطاقة الموجودة داخل البلدية. وهذا المشروع ناجح ونتمنى من مواطن المحافظة على هذا الإرث لكي ننعم بالاستقرار والحياة الكريمة داخل البلدية. المشروع سيمتد بمسافة 18 كيلومتر داخل المدينة وخارجها، ويستهدف إنارة أغلب الشوارع الرئيسية ببلدية أباري، ويهدف إلى إنارة الطريق العام والمحافظة على سلامة المواطنين من حوادث السير التي تحدث في المدينة. طبعا المشروع أعطى انطباع كويس لبلدية أباري. كان المشروع في البداية بعض الناس ترفض المشروع، لكن الآن بعد ضوء الشارع الرئيسي في أحدى المدارس الناس بدأت تطلب، كل الناس تطلب أنه لازم تديرونا طاقة شمسية، فلهذا نأمل أن يكون هناك زيادة في عدد الكيلومترات لبلدية أباري حتى نتمكن من تغطية كل البلدية بطاقة شمسية. طبعا من الناحية الأمنية الموضوع كويس باعتباره إنارة عامة، ولكن نطلب من المواطنين، كل المواطنين في كل شارع يحافظوا على الطاقة الشمسية في الشارع نتاعه، كل مواطن مسؤولية تامة أن يحافظ على شارعه يراه. يأتي تنفيذ هذا المشروع ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا المتعلق بدعم المناطق المتضررة من آثار الحروب لتأهيل البنى التحتية في شتى المجالات والرفع من مستوى الخدمات بها. إذن بهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى ختام هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. مقتل مواطن في المرج خلال احتجاجات المدن الشرقية، وحكومة أثني تتقدم باستقالتها لعقيل صالح.
متظاهرون يحتجون أمام مقر الرئاسة تنديدا بقراراته الأخيرة ويدعون إلى إنهاء المرحلة الانتقالية. حفتر يتعهد للسفارة الأمريكية بإعادة فتح نفط هذا الأسبوع، والنمروش يقول إنه لا ثقة بالتزامه وإن عنقيلة لا يملك أي سلطة. لمزيد المشاهدين من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت بالأحرار دوت تي في وبقية منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم على طيب المتابعة، تصبحون على خير. في أمان الله.